روح انا اظبط الشركة لحد ما نسيلي. يا سلام، بحب اطلع الصفحة دي والله، الشير بيبقى قدامي على طول، ولا بقى البروفايلات ولا بوجع دماغي. انا خلصت الشيرت. بصوا بقى يا رجاله، حوار التفاعل بتاع امبارح ده مينفعش معايا بربع جنيه. ظبطوا دنيتكم، ظبطوا حالكم، استنى تحت انزل ارفرش الشيرت عشان محدش يقول انا عملت شير وما اتحسبتش. مفيش حد عمل شير غيري اهو. موت حسام، عمر، عمر عمدة، عمدة، تعالى تعالى حسام، تعالى حسام، تعالى حسام، تعالى تعالى. ده اسكت، تعمل ايه هنا صح؟ تعالى عزت، عزت، منور الدنيا يا قلبي. جايب لكم ملايين اهو يا جدعان، مش مستخسر حاجة في حد. جايب لكم ملايين، جايب لكم ملايين، يعني اشوف ايه بقى؟ يعني اشوف تفاعل عشان ما نزعلش. مين اللي عمل شيلات؟ ده حسام، مفيش غير حسام لحد دلوقتي اللي عمل شيلات. انا اقول لكم على حاجه حلوه، احنا هنعمل عجله دلوقتي حالا اهو. اي حد هيعمل شيرات هناخد الاسم بتاعه نحطه في العجله على طول. هنيجي في نص اللايف كده نلف شويه الاسامي اللي عملت شيرات ونوزع عليهم ملايين. ولا ينداش، تعال احسن اول اسم معانا في العجله احسن. احنا بعد كده هنعلق شعار قدر تتقدر. عمر، عمر عمل واحده شير بس. تعالى يا عم، يلا انا مزعلك، تعالى عمر، عمر، عمر عمل واحدة شير. خالد رضا عمل له حبة شيرات اهو، تعالى خلود. خلاص يا حسام، انت بتختصم الشير وفي الاخر ترجع تقول انا خدت تمن ليه يا حسام؟ خلاص يا حسام، قلبك ابيض يا اسطى، قلبك ابيض يا اسطى، انت الكبير. هنشوف الورق، هنشوف الورق، بس مش هنعرف نشوف الورق في الفل ده احسن. خلاص يا حسام، امسكوا الحصان يا جدعان، الحصان خلاص فلت مننا، مش عارفين نلمه. خلاص يا حسام، كفايه يا حسام كده. احنا الثلاث اسامي اللي خدناهم حسام وعمر وخالد رضا. احوح ايه بس يا عبد الله، انت خليت فيها احوح. نسيتنا يا صاحبي، ونسيت ال يا شلو بوك. السلام عليكم. استنى فك الميوت من هنا. يا شلو بوك، يا اخبارك يا قلبي؟ ازيك يا معلم؟ انا لسه صاحي بقى فايق ومعايا ملايين، لسه صاحي فايق ومعايا ملايين، وشكلنا كده هنكسب في الهوس يا اما هنخسر بفلاش. اي يوم افصح. هينزل الفلاش وهتبدن علينا ولا هينزل لي ولد؟ نزلت الفلاش وبدنت علينا. والله كان قلبي حاسس، بس احنا كلنا يا جدعان، احنا كلنا 3 4. والله عيب لما يبقى حد فينا معاه فلاش. معاه فلاش ابن الورمة، انا عرفت ايه اللي فايرها. الصورة المعفنة دي هي اللي فايرها، لازم نغير الصورة دي. هنحط صورة ايه؟ صورة الراجل الكبارة بتاعتنا، بس احنا كان نكسب خلاص. ونروح بقى الترابيزة 9 كراسي بقى، 9 كراسي. لا النهاردة ولا نفع 9 ولا نفع 5 ولا نفع أي حاجة أصلا، لا بايظة خالص. متخافش، متخافش، سيبني بس احنا نركز. مفيش ولا شير ظهرت يا محمد عمال تشتغلني قصة. مفيش غير شراية واحدة يتيمة ظهرت لحاتم عزت. تعالى حاتم، ايه اظبط الشنات يا اسطى؟ يا ريت. ايه ده، تفاعل بقى. 138 مشاركة بس، يلا يا شباب. ده كده بيقول لك مش هنشتري ده. لا، اي حد بيعمل شير باخد اسمه احطه في العجلة. يعني لو بص، بص استنى اوريك حاجة، استنى بص يا جدعان، ما حدش يقول بيحور على حد. ادي اسامي الناس اللي عملت شيرات حطها في العجلة هنا اهو، الناس اللي بتعمل شيرات. مفيش حد عمل شير الا واسمه في العجلة.
اخر اللايف كده، مش ننفع اخر كده اللايف، في اسمع. نص اللايف هنسحب سحباية عنيفة. يلا ده 138 شير، يلا رجالة مظبوط. لو خسرت الدور ده خلاص يعني هفقد الامل بصراحة. يا انا شادي، لا اله الا الله. يا انا شادي، سليمي يا انا ليه بخسر؟ يا انا ليه اللهم خسرت يا صاحبي؟ ليه خسرت الواحد معاه 8 و7؟ ليه كده؟ ده مش موجود معاك صح. اي حاجة لأخوك من الصف. مين ده؟ ده مين يا ابني؟ اي انت مين حاجة يا يا ابني؟ اخوك. يا ابني انا خسران يا ابني، اتلعن يا سام، ابني. ايوه سام، ايوه اظبط الشير يا اسطى، اظبط الشير. انا ظبطت يلا، الشير والله، لا لا، سيب حسام في حاله، انما ياخد هو اخد بقى خلاص، سيبه عملت في حاله، والله. ده باظ خلاص. انا مش باين خالص فيهم، وعامل شير شكل محظور، وعمال انت ما عملتش ولا واحده شير. طيب ايه، انا الشير عندي ظاهر، بيظهر ولا نفض؟ لا انت مفيش شيرات ظهرت برضه يا شباب. احمز انا ده، ظاهر في 50 واحد اهو دلوقتي. ولا شير ظهرت؟ انا ظاهر ايوه يا حسام، انت مفيش حد غيرك ظهرت. حبيبي. ايه ده، ده انا عمال اقول لك سيبهم بالظبط حصان. كده، داخل في 70 شير اهو. لا ما ظهرتش يا اسطى، شوف كده وحيد. انا شيرت. الشباب بتاعتك ظهرت حتى، واسمك كان موجود في العجله يا عم. صباح الفل يا عم، يا صباح ده يا عم، الفل يا عم. الشيرات بتتحسب ايه يا عم؟ عايز ميتين اكسب مرة، وسبعين ما اهو. انا كمان اموت. عايز اكسب مرة، نبطل بقى فار ونبر فيها بقى اموت عشان نكسب، صح ولا ايه؟ طب من اول جديد. يا جدعان، ده جدعان 20 لايك، 35 واحد في اللايف، خلاص انت حرين، انت حرين. يلا يا جدعان، شيرك يسمم غيرك. يلا لا، ما هو لا، في حاجة غلط، ما عملش شير وما يتحسبش. طب انا ادمين ده، انا شغلة. مفيش الكلام ده والله، والله ما في الكلام ده. لو في شيرات هتظهر معايا على طول يا محمد عماد. خلاص يا اسطى، عادي يا اسطى، أول مرة أتفرج عليك. ممكن تقول لي أعمل شير ازاي؟ مشاركة يا اسطى، تعمل مشاركة للبث في المجموعات اللي عندك على الفيسبوك. عايزين نعمل نوصل نفتح ل 100 الاكونت بسرعة تاني. يلا. واللي قاعدين يا جدعان اعملوا لايك يا جدعان، مش بفلوس يعني. أنا عارف إن في ناس بتحب تتفرج في صمت يعني، مش معانا كده، بس اعملوا لايك حلو، بحبها أنا. حبيبي يا حسن، لايك لايك يا اخواتي، لايك يا اخواتي، مش بفلوس ايه، لايك والله، عملوها ببلاش، عملوها ببلاش والله. يا رامي بيقول لك يا وحيد، انا اول مره اتفرج عليك ومتابع. بص يا رامي، في سهم عندك على اليمين تحت، لو انت عامل تليفون عربي، لو عامل التليفون انجليش هتلاقيه شمال. يا محمود، يا محمود، لا اسمك مش باين يا حوت. دوس على السهم ده، صعب يا عم، مشاركه في المجموعات. الاكونت التاني بيظهر يا وحيد. لا انت ما عملتش لحد دلوقتي ولا حاجة عندي. لا مهاجر مهاجر، انا مهم، انا اهو خلصت التاني ودخل، خلصت الاول ودخل على التاني. روح نام بقى شلبي، يلا شلبي روح نام. يا ليه حلاها كده؟ كده والله. لان انا بخسر لوحدي يا محمد، مش ناقص، مش مستنيك تيجي تقول لي عايز العبك عشان اكسبك، انا بخسر لوحدي والله. انت باين. يا قلبي، عمر الصمت لغة العظماء. حصل، بس خليك صامت وانت عامل لايك. انا مبقولكش اتكلم يا عم، خليك صامت يا عم وانت، واعمل لايك حلو اللايك. مش عارف بقى، يمكن ماركة مضطهدك ولا حاجة، معرفش ايه اللي جاي خير. بس انا اتفقلت خلاص على وش الراجل اللطيف ده. اللي جاي خير، هناخد دلوقتي دور ايه، يظبط لنا الاداء. ربنا يسترها. خسران يا اسطى. اه يا اسطى، اه خسران حد ده حوالي 50 مليون، وانا لسه ما كملتش 10 دقايق في اللايف. تبولو لا لا، خسران والله يا كابتن، انا كسبت مرة وانت ما بعتش، هتلاقيك كنت قافل الاكونت.
لا انا بقول الاسامي وبسيبكم، بسيب لكم وقت. فتحته فتحته ما فتحتوش وفرته للملايين. يا كان معاه الله ولد كمان والله. تاخدك انت وشلبي؟ لا ممكن تكونوا واخدين حظر عادي، انتوا مش عارفين، ما اعرفش بقى. بس انت بتقول نزلت في الجروب وانت صورتها. خلاص يا اسطى، المهم ان انت متاكد ان هي نزلت في الجروب، مش مهم اي حاجه تانية. انت كده تكسب قلبي من غير اي حاجه. يا عم الناس بدأت تيجي اهي، 48 واحد معانا. 48 واحد على راسي، منورنا يا جدعان والله، والله منورنا. بس عارفين لو عملت لايكات بقى، يا لايكات لسه، لايكات بقى، شيراتكم، كومنتاتكم، الدنيا تبقى مظبوطة. ايوه. واحد هيخسر ومش هيدي حد حاجة. بس ليه كده سؤال؟ ليه بتقفلها في وشي كده؟ ليه بتعمل عايز كده؟ سبعين؟ ماشي حلوة دي، خد انا الباتا. يا جدعان، بص يا جدعان، ظبط الشير، هو ما كانش معاه ظبط حاجة، امال عمال الكومنتات، يزود خوفني على الفاضي ظبط ليه يا عم؟ ايه اللايكات. القرف ده؟ هو في حاجة كده، انا بقالي ساعتين في اللايف وما وزعتش. انت عبيط يلا. ساعتين، ساعتين حافظ مش فاهم. مين اللي قال لك بص بوينت بص واحد لا لا دلوقتي؟ تعم انت تبعنا يا عم، خليتني بص غلط فيك على الفاضي يا اسطى. يا اسطى يا اسطى يا اسطى، ما تعملش معايا كده يا اسطى. انا هو كل انا مش سؤالك اديله شايف؟ بان، انا كل سؤالك اديله صاحبي يا بان. جدع، انا صاحبي بعمل شير مش شايف حاجة. راعينا بقى ايه؟ ابدني تجدني يا عم، انا مش عايز اجدك يا عم. انت مش عامل لايك اصلا صح؟ مش عامل لايك يا صاحبي، وجاي بتقول لي ابدني تجدني. شفت انت بقى ظهرت عندك؟ ما تيجي شو سمعة، نشوف السمعة، نشوف الناس الجديدة. مفيش أي حد ظهر يا جدعان. انتوا يا جدعان بيشتغلوا نفسكم ولا بيشتغلوني ولا؟ أصلا الشيرات ما زادتش يا جدعان، هو اللي ظهرت عندك. الشيرات زي ما هي، عدد ازاي زي ما لا هو. بجد، لا بجد، لا انا بقى مش رامي، رامي بيقول لك محيد ممكن تشوف الشير بتاعه ظهر لا ولا ما لا؟ ظهرش يا قلبي. الشير بتاع شلبي ما ظهرش، بس هو دلوقتي في 411 شير. انا عمال اعمل شير، فيك يعني ولا انا مش فاهم؟ مش عارف على الشريط في حاجة اللي غلط. بيعمل شيب ده زي عندي والله. ما انا كده بتنشرش هعمل زي لك ما يعني كده تديني مليون عشان وجيم نعرف يديك نتكلم. مليار. انا صاحبي مش عايز المليار، انا هدي لك المليون طيب من غير المليار يا عم، عشان تعرف ان انا جدع انا هعمل يا شير جدعان. تاني. مش بيوزع ده، بيعمل شو لنفسه، انا كسبته ومداني. حصل حصل حصل. انت عارف انا هدي لك بان، مش عشان كده حاجه غير الاسبان والله. انت كسبت يا حبيبي، انا عارف. عارف. على العموم ليه كسب وما يفتحش الاكونت؟ ف عامل ايه طيب؟ فده يا يعني، عم ده أول مرة أشوفه يعني أصلا. انا اول مره اشوف اسمه والله. إيه ممكن على فكره بعد كل ده يكون كسب مع اسامه وانا ما اعرفش اصلا، فربنا يهديه. والله دي عالم مهويه يا عم. بس وحيد، انا لسه عامل شريط تاني كده، شوف انا، شوف انا نزل كده. انا عارف ادرش والله، عارف يا اسطى. انا لما شفت انت مين، بس انا لسه صاحي صاحبي، فما تلومنيش. انا لسه صاحي، فيا دوبك كده غسلت وشي وفتحت الجهاز، رحت طالع لايف على طول. انا ما بسميش انا. مصطفى شرقاوي. تم تفكيك حسابك لمدة ساعة. شوف كده الشريط اللي عملتها ظهرك راحي. هو الشيلات بتزيد كرقم عندي، بس مش يعني عارف ليه محدش بيتكتب. يعني آخر حاجة كانت من 5 دقايق الأواخر. يا عمر عمر. طب رسترها كده. أرسترا أرسترا، سلام استنى. ألعب ولا ألعبش الدور ده يا جدعان؟ يا بيه انت الفاندي، هذا ناس كوم عنيف يا شلبي. ايه ده الشيلات يا اسطى؟ شركة مهنية يا اسطى. ظهرت يعني؟ يا عم يا جه عم قول. عندك يا اسم اسطى زهر يعني. الله نلعب بقى غيرت مع الدوحة. الترتيب، مش عارف هيبقى اصلا. نلعب ايوه، انت معاك ترتيب، هو معاك ترتيب، هتكلم ليه؟ انا ما كنتش اعرف بقالي، انا من كوكو 3 اكسات اللي جنب ده، انا بقالي سنة مش بلعب ولسه منزل اللعبة على الفور، مفيش اي يا حاجة عم على في وحيد. ترتيب، ترتيبه قليل بت. هنبقى فيه ان طب شاء الله، طيب بس فيش احنا لسه في ترتيب اول تاني الوايف اعلى؟ يعني، على طب اقل ترتيب العوض قليل اللي بس احنا مفيش خسرناه تاني يعني. اعلى. مش في اعلى، ما فيش 10، ما فيش ستريت من ايوه مفيش اعلى. 10 والكلام ده.
ما خدتش بالي. انت نايم يا كان شاطر، بقول الورق لك روح نام يا صاحبي. اما انا مشغول مع بص خسرنا يا صاحبي، عشان ما تقوليش حاجة خسرنا. محمد عماد، ناخد اسامي الناس الجديدة بقى اللي في الشارع بقى. محمد عماد، اسلام شلبوكة، دول الاسامي اللي ظهرت عندي بعد ما عملت الريفرش. دي الاسامي اللي ظهرت عندي بعد ما عملت الريفرش. محمد عماد وشلبي. شرب الاثنين اللي عندك، واحد بس اللي ظهر. عشان اخر حبه شباب بس اللي ظاهرين، مش كله بعد ما رفرشت يعني. حاسس هتيجي ترتيب يا جدعان، احنا انت ممكن تيجي لنا ترتيب. ممكن ترتيب ترتيب. مش ممكن ما جاتش الترتيب. شايفين كده صح يا علي؟ على اسمي موجود ولا لا؟ ولا ما جاش موجود؟ ابو ده اعمل شيرات تانية، اعمل اي كام شير يا صاحبي بس اخد اسمك. الناس اللي عملت شيرات تعمل لها كمان شيرتين ولا حاجة، اخد الاسامي بس يا عم. خد اسم الواد طقة طقة قال لك كده كمان اسم. شيرتين. شيرتين بس، اخد الاسامي بس. وبعدين انت بتعمل نفس الحركة بدون كل مرة رايح بالمارين كلها. انت مش بتبليف عمك وحيدة صح؟ تفلد يا تلعب، يا تفلد يا تلعب. تقعد لي كده تفضل تشيك لحد اخر الدور، مفيش عندك الكلام ده. ايوه فلد فلد يا حبيبي، وربنا انا مولع الشير. ظبطها بقى توليعه كده بكام شراية كمان كده، عشان ناخد اسمك بس. زي مثلا ايه، ابن سيدي عمل لك واحدة شير بس خدنا اسمه. والله. وعندك جمال ابو ايه، ابو كاتيلا باين، والله مش عارف اسمه. جمال ابو حاجه، ابو كتله، هو جمال ابو حاجه جمال ابو كتلة، 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 مش عارف. كتلة، ايوه انت مين ظهرت يا اسطى؟ جموله، ظهرت قال، ظهرت قال. وصلنا الضحى. الناس اللي قاعده معانا رجاله منورين على راسي والله يا جدعان والله. بس اعملوا لايك، اعملوا لايك، مش بفلوس يا جدعان، مش بفلوس والله. مارك نزل تحديث ابو اكلة؟ للفيسبوك خليها ببلاش والله. ايه ابو اكلة يا اسطى؟ لا ما تتقمصليش فيها كابو، أبو أتلة، ما أبو أتلة تتقمصليش ده فيها المفروض كابو يكون بعد اذنك. سيب في إيه الكابو قبل التي؟ شوفك بحاجة يا ست، شوفني انت كمان بحاجة. اعمل لايك يا صاحبي، ما تفضلش قاعد لي كده في اللايك من غير لايك وتقول شوفني بحاجة. كان معانا ترتيب والله، كان معانا ترتيب. حرام حرام، خسرنا 20 مليون عشان الباشا كسب بفلاش تقريبا. فلاش دي فلاش يا بت، الاتنين كان تسعة معاهم فلاش والله. يا جدعان، كل واحد داخل يعمل شير ويعمل اثنين وخمسة وعشرة، كنت تعملهم بالمية بالخمسين بالستين، مش الدنيا. والله تصدق يا عبده، رفيق بيقول انا لك، رفيق بيقول لك طب صاحبي ما انا مش انا هديلك عملت حاجة اكتر صاحبي، من، انا رفيق عاوز بيقول على لك طب كله، ما مش انا هديلك عملت انت حاجة يا اكتر عم. من تسعة واسمي ما اتقالش. هو مين اللي عمل اكتر من 9 واسمه ما اتقالش؟ رفيق عارفين انت فعلا اسمك مش موجود عندي. اعمل لك كمان شيرتين ولا حاجة يمكن تظهر. يلا قلنا اسمك اهوت يا محمد يا عزت، مكان وحيد معلش بقى، واحد مش مين حد بيكسب احلى فينا محمد عزت يا في الدنيا يا مصطفى سلام. يا شباب؟ انت يعني ازاي؟ امال الناس اللي بتكسب دي ازاي يعني؟ ها يا باشا انتوا جاي معاكم بايه؟ مين بيقول؟ يا عم ده صاحبي، يا صاحبي ده تبعي، ده تبعي، ده حبيبي ده. نزلها يا جدعان ايديات والله، كنت لسه هروح العب الطريز دي مش موزع والله. لو كان حد ولا موزع شويه جدا والله. نبعت ايدهات يا عم الدرجة دي؟ لا 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 لا، خسرنا 10 في مليون بس تفاعل. طيب يلا. في تفاعل، يا صاحبي بعتها في ناس حلوه معانا. عمري ما كسبت في اللايف بتاعك، ولا عمرك هتكسب والله يا مولي والله، ولا عمري هكسبك طول بعقليتك ما دي انت والله. داخل محتاج ان انت تكسب مش يا هتخسر، صاحبي فاخسر فيها هو انا كده والدنيا اي هتبقى تي ام مية يا مية. ابني؟ ابن سدي محمود عبد الله، احمد فكري لسه جديد معانا تقريبا. احمد فكري منور يا قلبي. وهناخد احمد رفاعي ومصطفى الشرجاوي. تعال خلاص كده سحبنا 5 اسامي،
هنبتدي نروح واللي قافل وفر لنا الملايين عشان يجي بعد كده يسيح انا سحبت اسم وحيد ومبعتليش حاجة وحيد. اول واحد احلى مسا عليك يا قلبي. احلى مسا عليك يا قلبي انت كمان. ايوه الناس الحلوة اللي جاهزة بقى كونتاتها مفتوحة. يا سلام واحد قافل. هستناك واسيبك لحد الاخر عشان تعرف ان انا راجل جدع. اه والله دستروي يا احمد. مش عارف انت ليه عايز تدمره بس تمام. بفكر يعني اللي جاب في دماغي ان انت احمد فانت كده بتدمر احمد صح. انت كان بتعملش حاجه حلوه لاحمد. منور يا قلبي منور يا قلبي. فاضل بس اللي كان قافل هنشوفه. فتح فتح ما فتحش هنسحب غيره. ايه الاسم ده يا اسطى؟ غير اسم الاكونت. غير اسم الاكونت ربنا يهديك. غير اسم الاكونت ربنا يهديك عشان عيبه صح. عيبه صح. الناس اللي على الديسكورد صمتت ليه؟ ما بتوزع انت عشان ما نلحمكش. محترم محترم ابن الناس محترم ابن الناس. اسئلي يا ابن الاسره. طب انت 34 ب 34 انت متعادل ب 25 بتزن انت بنفسك انت شلون نفسك. لي انت ليه شلون انت عايز يبقى معايا براح ان انا اعرف اعمل كور ريس كده يعني بقالك. خدش فلوسك كلها وتروح تقعد في حتة واحدة صاحبي. اتعلم فن الخسارة بنجاح. طب جدع قال خلاص لك خد كفاية المرة دات يا الجاية جدعان. وحوح. كفاية عمر دات بيقول لك خد المرة الجاية وحوح. المرة الجاية وحوح. ان شاء الله كفاية بس يا دات عشان نعرف نشوف الكومنتات بقى ونعرف نلعب بقى. يلا كفاية دات. العجلة للناس اللي عاملة شركات. ايه ده لما انت معاك 110 دين ام مليون قاعد بيهم على الترابيزه من 15 ليه يا اسطى؟ مالك انت بتحب تعلي عليا وخلاص. دي القرف ده. هو ما استفادش حاجه غير ان هو خسرني وخسر الراجل الكبار ده 52 مليون وخسر هو هو خسر كمان. كام بقى؟ مش عارف هو كان اسمه ايه بصراحه مشفتوش يا اسطى. والله اكتر واحد عمل شير انا بقالي 5 ايام دايما بحضر اول واحد ولا مره كسبت حاجه. معلش معلش يا سمر نعمل ايه؟ طيب وقت التوزيع ما شفتش ليه الاي دي بتاعك نازل في الكومنتات؟ هل انا متحكم فيك يا صاحبي؟ هل انا كتفتك قلت لك لا والله ما انت منزل الاي دي لما جيت اوزع؟ ابو حميد طلش. منور يا قلبي. بس الهندية دي بس بعد إذنك خد أنت دي هاخد انا ايه؟ استنى واحد الفلاش نزلت للأسف. الفلاش نزلت. في حد هيكسبها فلاش أو في حد معاه أربعة هيكسبها بالأربعة فول أوس أو ثري أوف كايند أي حاجة. توبير اللي معايا دي ملهاش ستين لازمة. هو معاه فلاش بس كان عمال يموتر بقالك فترة مش بيطلع لايف. لا يا قلبي بطلع لايف بس بطلع معظم لايفاتي على الصفحة التانية بتاعت اللعبة. احنا بقالنا مدة مطلعناش هنا لايف فعلا. انت بتهجر بالمعصية ليه يا عم وبتلعب انت؟ قمار قدام الناس عادي كده. اه يا صاحبي وفي كمان زنا. ده الفقرة بتاعت بالليل بقى عشان ما ينفعش الصبح. بنجيب نسوان يا صاحبي وبندلع الدنيا كلها. يا تعالى مش هينفع تفوتك دي. احنا كان معاك بنتاجر سبعة ستة؟ في بنتاجر في ممنوعات برضه بس مش هنا بقى على الصفحة التانية. انا بحاول اركز والله بس الكومنتات غريبه. الكومنتات طلع علي النهارده من الجيم عالم ده سمسم والله. الترابيزة دي رايقة خد بالك. الترابيزه دي ولا رايق ولا بتاع. الولد ده معاه فوق 200 مليون يعني. الواد الواحد معاه يطلع بقى 200 ناخد دوري يا ابن مليون. الفلس. ما انا بقول لك ما انا بقول لك ركز يعني. ما حدش شاف كومنتي دلوقتي؟ الكومنت ده يتشاف. شايفين كومنتك يا عبد الله محمود؟ يا واد يا بول شايفينك يا بول. حصل خير ولايك يا اخواتي كل اللي في اللايف. مش عارف عبده اللي مش مرتاح لك عبده بس عادي ولا
والله مش مطمن لك، بتبقى قبول كده فاهم. الواد ده معاه 200 ايه؟ معاه 200، خد بالك. ما ما هو عادي لسه بس بنقول يا صاحبي، قاعدين هو بنحاول بقى ان احنا ايه ما نخسرش، بس يعني ما نجيبه هنجيبه في شوال. هو غبي. بص احنا معانا لا ايه المفروض في ده بقى، الاول، ايه ده بص احنا اماها بقى دي بقى واخد الاماها بقى، بس دي حلاوة الاماها بقى. استنى عشان انا اللاب عندي متأخر بالاحمر، انا مش عارف اعمل ايه. يا عم تعالى يا عم، هو ده قام صح. قام يا حبيبي يا ابني، ما تخض. مش عارف هو بيعمل ايه بصراحة، ما فهمتش هو بيلعب على ايه اصلا. يعني بعد حتى ما قام بص على ورا وكده، انت بتلعب على ايه؟ انت بتخوف؟ وحيد انا عملت شدات من اكتر انت الناس فعلا دماغك من بتاعت عالم سمسم الفرق وروح في صايه الرجل. وبطل يا صاحبي. ماشي ان شاء الله، انت شوف انت عايز ايه وانا مش حابب. يعني انت جاي دلوقتي بتدعو للاسلام في اللايف عندي، انت عايز ايه يا اسطى مني يا اسطى؟ يا صاحبي، لما انت يعني جامد قوي كده، ليه داخل اللايف؟ يعني مش فاهم. سيبك يا عم، يا عم سيبك يا عم، هو فاكر خلاص يا صاحبي ان انا زعيم مافيا. انا الله يا عم، سيبني في حالي يا عم. انا شايف عبد كل شويه على الله خير يا ابني. واحنا احنا خلاص طالعين جبل عرفات في ايه يا اسطى؟ ما احنا قاعدين في الله فينا يا تدين ام. انا مش فاهم والله العظيم، كنت جاي لك على الله خير. ما انا مش عارف، انا مش طالعين عمره. بس انا خلقي مش فوق محاسب، الاستريتش شوية. مش محاسب اسماعيل، تلعب بس اي دي ليه؟ اقنعني. بص يعني اقنعني، دي اي دي اسطى يا عم هو داخل فكك لايف يا عم، ومرة اسطى. انا مش عارف يا صاحبي والله، مش عارف. افهم افهم لسه افهم يا داخل غبي، اسلام افهم يا جديد غبي، ولا انا بلعب قمار يا صاحبي وبخسر فلوس، فالناس تتعظ فما تلعبش. انا بدعو لرسالة مهمة انت مش واخد بالك منها. ده جهاد، ده نوع من انواع الجهاد، انت بس اللي مش واخد بالك. كام واحد بقى هذا يا بيتفرج عليا جماعة؟ نفسه بيتصدع يا اللعبة وما بيلعبش؟ دين أم، بص وحيد أنت كانت الدنيا ماشية ورايحة وجاية معاك صح؟ كنت تكسب وتخسر. مين الصاص؟ غيز جه، مين غيز جه، غيظ كمان؟ غيز يا جه. ساتر، يعني صاص وغيظ في نفس اللحظة صعبة كده. إيه نتفائل بالخير عشان نكسب كلنا مسلمين. ده اديله باندا بسرعة، انت فهمت غلط يا عبده صاحبي، ممكن انت فهمت اديله غلط، باندا، اديله باندا انت ماشي فاهم يلا. غلط. احنا هنا مش بنقول يا رب نكسب، احنا بنقول ماشي ممكن نكسب، ملهاش علاقة دي بيا رب ومش رب. يا اسطى نهار اسود يا جدعان، على قلة اوه الدين اللي انتوا فيها يا دين امي يا اسطى. على المسقعة العب ولا لا يا العب اسطى ولا؟ بسرعة رجالة. بسرعة، ما لا ما مش مش جاي معايا. شوف انت لو عايز تلعب يلعب، والله انا ورا حلو بس العب مش مش جاي خلاص، معايا. مش جاي معاك، مش جاي معاك خلاص يا باشا. ده 45 مليون يا صاحبي، الله يبقى فلت يا ايوه اهو، حاتم ابتدى يفهمنا اهو. ده نفس نوع الجهاد ده صح، هتخسر يا صاحبي. بس سنين التاني ممتع اكتر شويه، بس لان اقل بنخسر هناك بنكسب. تعال نشوف الشير يا قلبي، تعال نشوف الناس الجديده بقى اللي ايه اللي عايز تدخل الشريات. احمد الشقي، تعال يا شقي، بص معانا احمد الشقي، عايز ربنا يكرمنا ازاي. تعال صاصه محمد واحمد ابو جندي، الناس دي كلها دخلت العجله بتاعت الشريات اهو. يلا الاسامي الجديده كلها تمام. انا عارف يا حامد، والله العظيم الناس دي جايه ركز بقى صاحب الدور ده، من ركز كوكب للدور ده. زمرده. والله العب ولا ملعبش اصلا؟ انا معاك تمانية والواد ستريت والاسف شاب ستريت والواد شاب ستريت، يعني مش عارف. خش ولا دخلت تركز. دخلت والولا كسب بتمانية وتلاتة. انا لا عندي مؤخر تمانية وتلاتة يا دين أمي يما. هو اصلا كسب بتلاتين أكاد بس، تلاتة بس. أتمنى يا ابن اللفة. الاكونت ما ظهرش. لا يا بود ما ظهرش، بس هو كنا احنا المفروض ما بص نلعبش، احنا الدور شايفين ده غيظ في اللايف يا المفروض العبه. عمر مش هيكسب بصعب طول ما غيظ في اللايف. انسى خلاص كده، هو هي التعويذة نزلت عليه خلصان.
لو كنت خدت الدور ده كان هيبقى معايا 150 مليون زيادة، مش حوار يعني. هتعوض بإذن الله. لا يا اسطى مش هينفع كده. كده خلاص باظت، كده خلاص حبيبي منور يا قلبي. عليكم السلام. سبحانه. حصل حصل ما بدافش والله اسم مش حد هموت بالعجلة غير الناس كده. اللي عامله شيرات، زي مثلا عبد الله محمود اهو. تعالى يا عبد الله، عبد الموافي ده انا حسيت يا اسطى ده مجوسي متهيألي، مش عارف بيعبد الجرادل. خلاص بقى يا جدعان، بقى كفايه خلاص، صفينا على الحوار ده كتير، خلينا نغير الحوار بقى. انا عامل شير والله، اسمك ما بانش عند مصطفى، اعمل اي واحده شير كده، واحده شير بس تظبط الاداء عشان اسمك يظهر عندي، لان انا جت في فتره صلى على النبي. الشيرات علقت كان لازم ارفرش الصفحه. تمام يا استنى عبد الله، استنى، محمد عزت، محمد عزت بيقول لك طلع اللي معاك على السبيكر وهتفرج على الطلاق. مش فاهم. يعني انا انت اطلع يعني يعني من انت الكور فقر فاهم؟ يعني يا عم، فقر على فقر فقر، وانت مش فاهم يا صاحبي. هو لو هو السبب خسارتي فصاحبي، هو السبب اللي بيخليني اخسر الفلوس الحرام دي، عشان دي فلوس وحشة. هو حلال حلال يا عم، انت ادي بتعمل لحمة مع اخويا اللي باين، جايبين امي كده ليه يا عم؟ ادي لحمة اخويا باين، ادي لحمة اخويا باين. بص بقول لك ايه، احنا معانا ورق يكفينا ان احنا ناخد ترتيب والله، بس المشكله ان في فلاش نزلت اول 3 ورقات، حاجه في قمه النجاسه، وبعد كده راح ختمنها بفول هاوس بالاسين. يعني ليه بيعملوا معايا كده؟ ليه كده؟ ليه كده يا مصر؟ ليه يا دنيا؟ ليه يا لعبه؟ ليه يا دنيا؟ بص والله كسب ب 3 و10 عشان فلاش، خد له 135 مليون، وهو نفس الوقت اللي خد 158 مليون. صاحبي احنا كان معانا فلاشتين وكان معانا ترتيبات وكان معانا الدنيا حلوة، بس هي ما ظبطتش عادي يعني. هتيجي 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 ما هتروح مننا فين يعني؟ هتيجي. ناقص لنا ولد، مفيش فلاشات نزلت. حلو، دي حاجة حلوة، بس يا رب يشيك هو بقى يورينا الورق. يا عم 3 مليون ايه يا عم؟ بص، هو معايا مع ولد وشايب، احنا ننزله الاس. كان ناقصني ولد؟ لا ما نزليش الولد، ينزل الاس اللي فاضله له، ما نزليش الولد اللي فاضل لنا. طيب طيب الدور ده بتاعي لعيب مدام ده يا جدعان، انا مش هيك بس كله بينبور عليك نور، والله كله بينبور فعلا. انت جبت الخلاصة، اطلع يعني ضرب 50. يا فعلا مش هتيجي غير يعني بدور شوف على ترابيزة عالية. صح، شوف يا صاحبي كده الدور ده ومنتشها واحدة كده بص والله يعني فلاش كتيجة. لا ماشي، ترتيب ماشي، الورق اهو بيقول لي اكسب اهو، احمد، والله والله احمد الورق اخويا بيقول لي بيقول لك اكسب. قوم على رمومية، قول له يسكت، بحب اقول لك اسكت. معانا عرض فلاش. بس الدور ده لو حلو، حلو جدا. بس مش تكمل ضمني ان هو معهوش تكمل فلاش عشان اعلى عندي مني. شكمل. ما انا بتكلم كده. معاه كارت ما يتذكرش، معاه صورة خلصانة كده. بتخمن انت، صح، انت بلا بقى بتخمن. في الهاوس. ده بقى ليه؟ قوم يا اسطى. انا بقول لك بتخمن. انفعني. طب ايه، نقفل اللايف بدري؟ انا شايف ان احنا نقفل اللايف بدري اصلا، الكومنتات دمها تقيل بصراحة. الرجالة روشة، خد بالك. انا بقول لك ناس لطيفة، طب لطيفة بص يا ظريفة، رجالة، في وز رقم شوية والله. اللي استظرف هيتنتش واحدة بنت حرام تيجي ولا بنص اي واحدة حواجبه. بنت حرام خدوا صح، هي خدوا الكومنتات بالكم. بتبان من اول اللايف جاي، هتفتح نفسي ان انا اكمل حتى لو خسران اسحب من فلوس الشغل واكمل، يا اما تقول لي روح العب واخسر واقفل اللايف لا بصراحة. لا 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 لا، بص احنا 80 واحد في اللايف، فهي حلوة مفيش الكلام ده يعني، هي صاحبي، فين حلوة ايه الحلو فيها؟ ايه الحلو فيها؟ 80 هي هي واحد حلوة قاعدين بقى. بينبروا في الرجالة الكومنتات، هتظبط، الناس اللي ثابته الرجالة وقاعده هتظبط، بيتفرج بس، هي دي الناس اللي رايقه والله. الرجالة هتظبط.
بلاش اوحوح، روح يا ربنا معاك، بص هيفضل الترابيزة فشيخة، بختام. الورق فشيخ، الورق ده فشيخ واحد كله. سلام، بيقول لك روح ربنا معاك. يا ريتني كنت لعبت. أح عليا. آه يا قسم القرف. قديم أمي ثلاث أساس أح تخيل انت كان زماننا فين دلوقتي. بجد أح، أقسم بالله أح. يا غيث يا ابن الحلال، يا غيث يا ابن الحلال. عليكم السلام، وضح يا منور رب الدنيا يا قلبي. ما حدش سمع اللي انا عملته ولا حاجة؟ لا ايه عملت، اتخانقت ولا ايه؟ كويس ولا سحبت كده واحدة بتكركر كده ساعة الدور اللي بتاع القياس ده. فخرت اه اديله شخرة. بص صاحبي، معاه اسين لا يكسب الاسين، لا قسم الاسين يكسب بالاثنين والعشرة. منطق لعبة رهيب والله، تفهمش فين المنطق اصلا. ايه الامور يا جدعان، اللي مش عاجبه الماتش ايه يغبي عينه من هنا. عارفين امور، انت مالك، احنا بنلعب عشان انت البنج ماشي عندك تمام، 30 ام والله ده، ينور عليك، بس انت ماشي ده حسن قاعد في خطر، زيمبابوي ده فين؟ حسن خطر. طبعا اه يا ماشي عم، يا يا اخويا رب عشان حد يلعب ربنا عليك يفرجها. ويخسرهم لك يا عم. ده استنى، طبعا ماشي يا اخويا عشان ربنا يفرجها مع الكل، نصلي على النبي كلنا. السلام. ايه ده، في ايه ده يا مش جدعان؟ حارس انتوا مالكم يا جدعان النهارده يا جدعان؟ هو مين اللي ماشي بيوزع هطل على الكومنتات النهارده؟ دوبلة يا جدعان ولا ايه يا جدعان؟ زعلت على الدور والله يا عم، ولا تزعل ولا ليه؟ لا يا عم، هي كده يا صاحبي، يوم يوم في ايدك ويوم في رجالة اللي قاعدة ديت. تمام، في عندك 90 حاتم. واحد، حاتم بيقول 90 لك واحد جرب وما كريزي. وصلناش. استنى كده يا أسامة، 90 واحد وما وصلناش ل 1000 شير، ولا حتى الكومنتات وصلت ل 100 واحد. انتوا أسامة مين؟ قاعدين ايه؟ مين أسامة؟ مش عارف، سكت وعديتها فاسكت بقى. 90 واحد في اللايف ومش جايبين حتى 90 لايك ولا حتى 1000 شير. انتوا ايه ظروفكم يا جدعان؟ طب خسرت انا غلطان يا 18. وحيد او والله هو انت غلطان فعلا يا اسطى، اصل ما ينفعش اللي انتوا بتقولوا ده الصراحه. يعني ايه صلى على النبي، لا حول ولا قوه الا بالله. يا صاحبي انا عندك غلطان واحد كان الصراحه. بيعبد الجرادل، وده اهو بيعبد الكومودينو. لما انت ما تعرفش بقى الجنس من اللي انت مش عارف. بس يا صاحبي انا هبتدي ادي بان بقى خلاص. بس ايوه ده اللي انا كنت بقوله، انا عامل انت شير هتحلوا له كتير، انا ايدي نملت من عامل الشير. ماشي يا صاحبي، ورق، الورق ورق بيقول لي فلت، بس ورق بيقول لي فلت بعد ما اتسحب منا 15. بس هو الورق الدور اللي مرسوم جاي، يا تصيب يا تخيب. يتخيب يتخيب. وحيد احنا مش في المدرسة، اللي شغل شغل أطفال ما يلزمني. يا صاحبي ماشي يا صاحبي، اللي انت شايفه غلط عمري. بعدين بقى في الناس اللي قاعدة عمالة ترمي كلوز، الناس دي عبيطة ولا ايه؟ حمادة محمد غيره كده، وبيقول لك ايه؟ في ضحك تاني؟ بيقول لك يا جدعان اللي ضربه عشان يطلع من اللايف. لا حول الله يا رب، ايه حول الله يا رب. هو إيه كله بقى بالصلاة على النبي كده داخل شمال دي؟ ايه اروح استقيل. طيب هات حاجة يا اسطى. ابراهيم، ابراهيم انت ابعت، لسه صاحي من النوم برايفت يا اسطى، صاحبي. ابعت لا لا برايفت، لا بس ابعت برايفت، سيبه ابعت برايفت يا استنى بس علشان في ابراهيم. اسين، ما نشوف النحس اللي هيحصل ده. خلاص هو هيخسر عشان ايه منجسه، مش غيس قاعد على الطلاق، ما خسر غير لما غيس دخل. مين شايف؟ اديله شخرة. يا دنيا حاجة لو وسخ ايه
حاجة يا اخويا والله يا عم بان من الاستريم، اي حد هيقول لي هات حاجة دي بان من الاستريم، مش مصاري. حبيبي مالك في ايه؟ ما جه سخن، حاجه جه سخن ليه كده؟ يا اه جماعة، هو واحد عاوز يخلي الناس تبطل بكرة، أنا فاهم دماغه. ده مش بص انا بقى، ده الريس بقى. الريس والله فعلا اديله بان يا صاحبي، شوفوا فين كده وعيد اديله بان عم سيبه الله يهديه يا عم. الله ياخده، مطرح ما هو مرزي. قعد حطها معايا اللاب ضرب، حطها معايا تاني الفون اتحرق، مش عارف بقى جاي فين، مش عارف المركبه جايه فين. يمكن يكون هو اللي كان سبب في ان انا اتخبط انا كمان. ده اكيد والله هو عيل مش وسخ ممكن. بقى. لا من ساعة ما غيز دخل لايف وانا عارف، انا حتى لو ايه، لو ده ماشي لو يا ده دكتور، من هنا للصبح عشان نكسب. تدعي يا دين امي يا اسطى، هتدعي تكسب توفيق هقول لك بس على حاجه يا جدعان، اي حد هيكتب اي كومنت تاني من الحاجات ده، من النوع سيبهم ده، يعملوا اللي هم عايزينه، مالي خلاص معاهم. يابا هم ايه خلاص خلصت. كده. احلى مسا عليكم يا جدعان، دي كانت حرفيا مجال نفاق بعيد عن الناس المحترمه اللي قاعده بتتفرج في صمت، والناس الحلوه. اوسخ لايف طلعت دي امها في حياتي. انتوا ناس زي الفل يا جدعان، انتوا ناس زي الفل. هنحط قاعده بعد كده في الشين ام توزيع تاني في اللايفات اللي هيجي، يقول لي توزيع هديله في حته مش لطيفه. طيبة قلب اديله في تيبيت قلبه، عشان انت ناس، انت ناس لطيفة. ثلاث مرات امبارح بس كان صعب جدا.